انا بعد بحلله نفسيا اي شيء بالحياه صحيح. ما بحلله انه هذا من وين ولا هذا شو عمل. حلليه كانسان انسانيا تماما. طبعا اليوم يو لوك اميزنج بصراحه والرشاقه واضحه جدا. اول شيء تعرفين تحكين عراقي لهجه عراقيه ولا مو هالقد؟ يعني اعرف احاول معظم الوقت اني اتدرب احاول يعني بس مو كلش زين اعرف احكي بس يعني افتهم يعني تفتهمين علي هذا الشيء منيح لانه انا زين يعني زين حاولي تجاوبينا بالعراقي شلون ضعفتي بهاي الطريقه وقفت خليني احكيها بالسوري لانه اوكي خلاص مستحيل انا عملت شيء مثل هيك يعني سيمي كيتو دايت ما هو ما يصير تسمي هو يا كيتو يا مو كيتو هو ليش سمي لانه مثلا مطاعمنا او اكلنا بشكل أوكي. عام ما نو كيتو يعني ما كثير لازم بي كارب اي تماما سو انا عملتها سمي مشان ما اقول انه انا عملت كيتو دايت يعني قللت الكارب اي شيء بفوت بالدم بصير سكر هذا متى ما انت قللته حياتك كلها بتفرق كل شيء بفرق بس ما سويتي عمليه جراحه او اي شيء لا لا انا بنت بلعب رياضه كثير عندي الحمد لله ليونة ورشاقة غير طبيعية فيني هلأ أنا قاعدة حط رجلي هون إذا بدي وفي على السوشيال ميديا عندي في فيديوهات تثبت هذا الكلام شان صح أنا شفت بس تفاجأت أنه فرق كبير أنا بحب الرياضة كتير أنا يعني بعشق الرياضة أصلا بكفي عن جد بكفي كل مرة بروح قديش بتروح مني طاقة سلبية قديش بحس انه انا عم تفرغيها بالرياضة كثير عالم تسألني يا نور انت عم تعمل والله ما عملت شيء والله انا عملتها the old fashioned way سديت مني احسن طريقة وتحركت. طيب اليوم شنو مشاريعك الفنية شنو راح نشوف في كثير يعني في عندي هلأ ثلاث اغاني مفروض ينزلوا عراقية ايه عراقية حلو بس ايمت يعني ايمت بالضبط ما فيني احكي لانه ما بعرف لسه بس مفروض قريبا يعني وليك انا على طول بجيني عروض على طول بجيني اغاني كذا في منهم يعني ممكن يصيروا ممكن ما يصيروا اكو اسم تتمنين تشتغلين وياه عراقي ملحن علي صابر تغني له اغنيه من تلحينه نختم بيها وانت تجيني هسه كل يوم الف حجايا روح امشي من قدامي شلون عالم هاي وما دام تحكي بظهري يعني تضل ورايا شكرا شكرا جزيلا نور عرق سوسي وان شاء الله تكون حفله موفقه وناجحه مثل اللي قبلها شاء الله. شكرا جزيلا شكرا ممنون شكرا